مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وبنبدأ مع حضراتكم أولى تقاريرنا في حلقتنا النهاردة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي وكبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وأيضا رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي ونائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من السيد بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي والسيدة أريانا برانغورد كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكداً سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، استمراراً لمسيرة العلاقات الممتدة بين الجانبين على مدار أكثر من 4 عقود، لا سيما على الصعيدين الأمني والعسكري، وهي الشراكة التي طالما ساهمت في جهود الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في مقابل ما يشهده من توتر واضطراب. من جانبه نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن، مؤكداً تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي القائم مع مصر وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري والمتزن في منطقة الشرق الأوسط والذي بات عاملاً أساسياً لنجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومشيداً في هذا الإطار بجهود مصر الفعالة على صعيد مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مجمل مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا الشقيقة، مشدداً سيادته في هذا الإطار على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، ومؤكداً سيادته في ذات السياق أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل. كما تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد السيد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها. وقد جدد سيد سوليفان التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك على نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف. كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية في احتواء الوضع في قطاع غزة ومنع تفاقم الموقف، إلى جانب إطلاق المبادرة الخاصة بإعادة أعمار غزة، حيث تم التوافق بشأن استمرار التشاور والتنسيق في هذا الخصوص لضمان مواصلة تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار التهدئة الحالية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين.
وقد أكد السيد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة سيكون له مردود كبير سينعكس على تطور وتغيير وقع المنطقة بأسرها للأفضل ويفتح آفاق السلام والتعاون والتنمية. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. اعلنت وزاره الموارد المائيه والري عن القيام بتنفيذ مشروعات كبرى لحمايه سواحل البحر المتوسط من التغيرات المناخيه. حابين نعرف طبعا تفاصيل اكتر على هذا الموضوع. معانا على الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا باشا، اهلا بحضرتك. يعني حابين زي ما حضرتك طبعا سمعت معانا الخبر، حابين يعني نعرف من حضرتك ما هي اشكال المخاطر اللي طبعا بتتعرض لها الشواطئ المصريه نتيجه التغيرات المناخيه. يعني طبعا التغيرات المناخيه تعتبر اخر ضربه شديده للبيئه اللي بدنا نتكلم معاها، وبنتكلم من قدام نفس المشروعات ونفس الاجراءات علشان نقدر نعمل تاقلم مع التاثيرات الحربيه اللي هي التغيرات المناخيه. يمكن اكثر نبذه التاثيرات نتكلم عن ارتفاع وصول سطح البحر المتوقع، وان ده شيء يعني بتتعمل عليه دراسات كثيره جدا وصلت الان، يعني في اختلاف بين العلماء عليه، ولكن من المؤكد انه هيحصل ارتفاع لمنسوب سطح البحر هيأثر على السواحل الشماليه تحديدا لمصر في منطقه سواحل الدلتا على المطل على البحر المتوسط، بالاضافه انه في موارد بحريه وتغيرات متجدده في المناخ بتاثر بخطوره على السواحل المصريه. ده يؤدي لتهديدات كبيره جدا للمناطق السياحيه والمنشات المقامه في هذه المناطق، سواء بنتكلم على طرق او عمارات ومباني مملوكه لافراد، منشآت أثرية مثلا زي قاعة سيدات الإسكندرية والصلاحي. فدي كلها تهديدات خطيرة بتأثر على المنشآت نتيجة لهذه النواحي البحرية والتغيرات المناخية، بتخلينا نعمل مشروعات لمجالات كتير عشان نقدر نتكيف مع هذه الآثار، وإن احنا نقلل الآثار إن احنا هذه المنشآت من تأثيرات التغيرات المناخية. طيب باشمهندس محمد، يعني برضو حابين نعرف من حضرتك يعني اهم المشروعات يعني وانواع الحمايه طبعا اللي بتقوم بها وزاره الموارد المائيه والري لحمايه الشواطئ طبعا من هذه المخاطر والتغيرات المناخيه. واستاذن حضرتك بس يعني حضرتك تغير المكان بس عشان الصوت مش واضح كويس. طيب معلش، هو يمكن من ابرز الاماكن اللي تم تنفيذ مشروعات فيها عندنا في مدينه الاسكندريه، في شارع كايدباي ومنطقه المنتزه ومنطقه الكورنيش، تم تنفيذ عملية حماية في هذه المناطق بسبب لتحقيق الحماية ليها من النواة البصرية العنيفة. أيضا يمكن ودي حاجة شفناها كتير، الناس اللي زارت راس البر شافوا التغير الكبير أوي اللي حصل في مدينة راس البر. كان البحر الكورنيش بتاع المدينة تآكل، في بعض يمكن الصف الأول من البيوت اللي كانت قريبة من البحر دخلت في المية، الكلام ده كان من سنوات طويلة. هيئة حماية الشواطئ في وزارة الري رسمت مشروعات كبيرة للحماية، الحمد لله رجعنا الأوضاع زي ما كانت واستردينا الشاطئ مرة ثانية، واتعمل شتى يعني أعمال حماية في مصب شارع دمياط اللي بتتصل من البقع مع البحر المتوسط اللي هي منطقة الصدارة اللي موجودة في راس البر. بالفعل تنفيذ عمليات فرص البر كانت شديدة الأهمية لمنطقة المدينة ومنطقة الأجزاء الساخنة في المدينة من آثار التغيرات المناخية. أيضا بانفجار سلح الدلتا في العديد من المناطق اللي تم تنفيذ أعمال حماية فيها بالإضافة لمناطق أخرى، ولكن يمكن المنطقة الأكثر يعني هي الحرجة أكثر اللي فيها مشاكل أكثر هي ساحل الدلتا. في دلوقتي كمان مشروع بيتم تنفيذه وبالفعل بتتعمل لأطوال بطول 69 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، برضه لأعمال الحماية. أعمال الحماية دي بتتم باستخدام طرق مختلفة، طبعا الموضوع يمكن
فنيا يعني في بعض التعقيد والصعوبه، ولكن بيتم استخدام بلوكات كبير من الفرسانه اللي بيتم وضعها بشكل فني وهندسي على السواحل، بحيث ان هذه البلوكات الضخمه هي اللي تستقبل الصدمه اللي جايه من الامواج ومن الموجات البحريه، بدل ما الصدمه دي تضرب في الشاطئ او في الكورنيش او في المباني. فهذه البلوكات الخرسانيه الكبيره هي اللي بتتوفر هذه الصدمه علشان تحمي هذه المنشات. يعني كده نقدر نقول ان هل يعني كل شاطئ له طبيعه مختلفه للتعامل معاه يعني؟ طبعا هي كل منطقه من الميدان مرتبط بطبيعه الشاطئ وطبيعه الجبال اللي موجوده فيه واتجاه الرياح وطبيعه الموات البحريه ومدى قوتها. طبعا كل منطقه لوحدها بتتدرس، مش بنستخدم نفس المواصفات في جميع المواقف، لا على حسب المنطقه بتتدرس، بتدرس فيها كل العناصر المناخيه والتربه والرمال والسلاح في هذه المنطقه، وعلى اساسها بتحتاج بانواع الحمايه واحجامها ومواصفاتها وخلافه، بحيث لما تتنفذ العمليه تقدر فعلا تحمي هذه المنطقه من تاثير التغيرات المناخيه والمواد البحريه المعاكسه. يعني هو طبعا يعني جهد مشكور حضراتكم بتقوموا بيه، واحنا طبعا يعني والناس كمان يعني المهتمية بهذا واللي في المناطق دي كمان طبعا شايفين هذا الجهد يعني، وان شاء الله يعني يبقى في التقدم في الاكتر والاكتر يا رب ان شاء الله. يا رب شكرا. يا رب بشكرك جدا على وقت حضرتك المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بننتقل للتقرير اللي معانا بعد كده. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداكيني والحيواني. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل نشوف تقرير عن هذا الخبر ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا. تتواصل الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية البيئة والتصدي لجرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة للتصدي لتلك الجرائم، أسفرت نتائجها عن ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص بالقليوبية لتدوير النفايات الطبية الخطرة بإجمالي مضبوطات بلغت 225 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات ومخلفات مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و74 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و7 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوش ومقلد. وبالمنوفية تمكنت الإدارة من ضبط مركز و4 مصانع وشركتين و3 مخازن ومتجر بدون ترخيص لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة، بداخلها 37 طن مواد خام ومنتج نهائي لنفايات الطبية الخطرة و231.5 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مصنعة بدون ترخيص، و185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومخللات، وأكثر من 767 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وقرابة 24,000 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص. وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت الإدارة من ضبط مخزن و4 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لتعبئة المواد الغذائية والمطهرات والمنظفات الصناعية وأواني الطهي والأسمدة والمبيدات الزراعية، وتم ضبط 115 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر، و12.5 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة، و38 طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائي لأدوات وأواني منزلية مغشوشة. وتمكنت وبنطاق محافظة الجيزة من ضبط 2 و3 شركات بدون ترخيص لتصنيع المستلزمات الطبية والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية
بإجمالي مضبوطات بلغت 215 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر، وخمسة أطنان منتج نهائي لأكياس بلاستيكية مغشوشة ومقلدة، وخمسة وعشرين طن خامات ومنتج نهائي لمبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وأسفرت الحملات عن ضبط أربعة مصانع بدون ترخيص بالشرقية بمضبوطات بلغت 18 طن أحبار و15 طن كرتون مجهول المصدر وقرابة 1000 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وضبط 9 قضايا منشآت تعمل بدون ترخيص بالفيوم بداخلها كميات كبيرة من المخصبات الزراعية والأعلاف الحيوانية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 25 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن الفيوم، وضبط 30 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق ذات المديرية. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة معنا يعني خبر مهم وجميل يعني حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تسعى مصر لزيادة إنتاجها من لقاح سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات إلى إفريقيا. حابين طبعا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر. معنا على الهاتف الدكتور نبيل درويش نائب رئيس قطاع البيع والتسويق بالمصل واللقاح فاكسيرا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقه طبعا يعني ده خبر جميل ومهم جدا، برضو حابين من حضرتك يعني توضح لنا اهميه انتاج لقاح مصري طبعا لمصر وافريقيا. تمام. هو طبعا مهم جدا ان انت مش توفر التطعيم بس، مهم جدا ان انت تصنعه. زي ما حضرتك عارف ان كان في ازمه الفتره الاولى اللي هي من انتاج بدايه انتاج التطعيم، وكان كل الدوله مستنيه الكوتا بتاعتها او الكوتيشن اللي كانت بتتوزع عليها من الشركات. فبالتالي انت النهارده بتسبق بخطوه انك انت يكون عندك مكان بيقدر يصنع التطعيم، ومش مستني انك انت تاخد الكوتا بتاعتك وبتطعم المواطنين بتوعك، ومش بس بتطعمهم بس، لا ده انت بتطعمهم وهتدي افريقيا كمان، هتصدر لافريقيا. فدي حاجه فارقه ودي حاجه جديده بصراحه، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة للدولة الأفريقية، وهو ده دورنا كدور الرائد بالنسبة لمصر في أفريقيا. مظبوط. طيب حابين برضو يعني نعرف تفاصيل من حضرتك طبعا، يعني وخصوصا طبعا حضرتك عارف احنا لسه مستمرين في جائحة كورونا، وكمان خلاص احنا داخلين على فصل الشتاء، فيعني مع انخفاض درجة الحرارة بتزيد طبعا نزلات البرد، وطبعا تساؤلات كتير جدا بخصوص أهمية التطعيم طبعا بلقاح الانفلونزا اللي هو متعارف ان احنا عارفينه يعني. فهل هناك تعارض بين التطعيم بلقاح الانفلونزا والتطعيم بلقاح يعني فيروس كورونا؟ خالص بل بالعكس، هم يعني ده تكميل. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان بره من ضمن الريكومنديشن بتاعت منظمه الصحه العالميه WHO ان حضرتك تطعم الكورونا وتطعم الانفلونزا. ليه؟ لان التطعيمين مهمين جدا. الانفلونزا بتتشابه الاعراض بتاعتها بالظبط مع اعراض الكورونا، فعلشان ما يحصلش اي تشابه وان حد يجيله نزله برد ويضطر ان هو يتوجه يعمل الانفستيجيشن كلها بتاعت الكورونا، لا النهارده بالتطعيم دوت انت بتريح دماغك من حته مهمه جدا، او بتحمي نفسك بنسبه اكتر من 90% من الانفلونزا الفيروسيه اللي هي بتتشابه الاعراض بالظبط مع الكورونا. يعني بيجي تكسير في العظم، ارتفاع في درجه حراره، كل الاعراض هي فتضطر تمر بنفس السيكونس اللي هي بتاعت الانفستيجيشن اللي هي انت بتقول انا عندي كورونا ولا لا، او على الاقل ما يتلخبطش بينهم يعني. بالظبط يا فندم. ممكن اثناء كمان ما انت بتعمل انفستيجيشن تخش تعمل مثلا اشعه مقطعيه ولا حاجه، تلقط من حد يكون مريض، ممكن اثناء الانتظار في عياده الاطباء يكون حد عنده كورونا، يأتي الشخص ده وهو لما بيكون عنده انفلونزا بتبقى المناعه بتاعته قليله شويه، فعرضه ان هو ينتقل له كورونا بسهوله. فكل الحاجات دي حضرتك مجرد انك انت تاخد التطعيم بتاع الانفلونزا الفيروسيه هتحمي نفسك من مشاكل كتيره جدا، وهتثبت عن نفسك هدك انت في غنى عنه. فانا بنصح كل المشاهدين بتوع حضرتك انهم لازم في بدايه الشتاء كده في الايام اللي احنا فيها دي يتوجهوا عشان ياخدوا كلهم الانفلونزا تطعيم الانفلونزا، وده ان شاء الله عشان يتمتعوا بشتاء هادئ ان شاء الله.
طب دكتور انا عندي معلش سؤالين في بخصوص هذا الموضوع برضو. يعني السؤال الاول، هل مثلا بيبقى في مده فاصله مثلا ما بين اللقاح بتاع يعني فيروس كورونا ولقاح الانفلونزا؟ هل مثلا وقت معين، يعني مثلا مده معينه ما بين ده وده؟ بص يا فندم، كان زمان ما فيش اي دراسات، فكانت منظمه الصحه العالميه برضو يعني بتوصي ب 14 يوم فرق، لكن دلوقتي مع وجود دراسات ومع وجود ناس كتيره بتطعموا الانفلونزا وبتطعموا الكورونا، مفيش اي فرق لو تاخده في نفس السيشن، لو تاخده بعديها بيوم، لو تاخده مفيش اي تعارض. يعني حضرتك لو طعمت كورونا النهارده وعايز تطعم انفلونزا ممكن تطعم الاثنين، مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. طيب برضو يعني عشان يعني ننتقل لنقطه اخرى، لقاح الانفلونزا الموسميه ده متواجد يعني في كل مكان، يعني يقدروا الناس تاخده من اي مثلا صيدليه او كده؟ احنا طبعا بنفضل ان احنا ناخده من مكان يكون فيه الكولد تشين او السلسله التبريديه بتاعته عاليه جدا، فانا بقول لحضرتك مهم جدا تاخده من مكان واثق منه، تمام، علشان تاخد التطعيم في جود كونديشن او في الحاله الجيده بتاعته اللي هو يقدر يديك الحمايه الكامله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب حابين برضو نقطه مهمه جدا يا دكتور، وطبعا ناس كتير بتتسال عليها خصوصا الاباء والامهات طبعا، اللي هو السن المناسب للتطعيم، يعني سواء بلقاح الانفلونزا او باللقاحات الخاصه بفيروس كورونا، فحابين نعرف السن المناسب ايه او وصلنا لايه لغايه دلوقتي؟ تمام. بالنسبه للسن المناسب بالنسبه للانفلونزا، احنا بدايه من 6 شهور نقدر ندي تطعيم الانفلونزا. من 6 شهور تقدر تديها سواء النوعين الموجودين المتوفرين في السوق، تمام، بتديها من 6 سنين الى ما شاء الله لاي حد بقى لغايه اي عمر كبير يعني. واحنا ريكومندد السنه دي ان بياخد جرعه كامله. لو واحد اول مره في حياته، الاطفال بالذات اللي هم اول مره في حياتهم اللي هم من سن 3 سنين لسن من سن 6 شهور لسن 8 سنين، اول مره بياخدها بياخد جرعتين بينهم شهر. لو اول مره يتلقى لقاح الانفلونزا ياخد جرعتين بينهم شهر. بالنسبه للناس اللي خدته قبل كده بتاخد جرعه واحده بس، جرعه واحده بس كافيه. وبتبدا السن المسموح فيه من 6 شهور لغايه الى ما شاء الله. ده بالنسبه للانفلونزا. بالنسبه للكورونا، احنا لغايه دلوقتي في مصر هنا متابعين التعليمات ان هو من سن 18 سنه او فوق 18 سنه، لسه ما فتحناش السن، ولكن في دول ثانيه فتحت السن تحت 18 سنه، ولكن احنا متابعين طبعا تعليمات وزاره الصحه المصريه. ومن بدايه 18 سنه يقدر ياخد التطعيم. وانا بقول للناس اي تطعيم هو فعال وامن، وان شاء الله يكون الحمايه الكامله لكل الناس باذن الله. تمام. يعني هختم مع حضرتك باخر سؤال، ولكن معلش ارجع لنقطه حضرتك قلت دلوقتي، لو حد ما كانش واخد لقاح الانفلونزا قبل كده بياخد يعني جرعتين ما بينهم شهر، تمام، ده لو سنه صغير. طب لو سنه كبير وما خدش قبل كده برضه؟ لا، بياخد جرعه واحده بس. جرعه واحده هو بس، الجرعتين دول للسن الصغير اللي ما خدش قبل كده. من سن 6 شهور لسن 8 سنين. تمام. لكن الكبير ياخد مره واحده بس حتى لو ما خدش قبل كده. تمام بالضبط. ماشي. اختم مع حضرتك يا دكتور بي، يعني هل اختلفت الاعراض طبعا يعني عن الموجات اللي فاتت عن الموجه الرابعه المتواجده فيروس كورونا؟ هو الاعراض متشابهه طبعا، ولكن بتيجي بعض الحاجات، بعض الحالات بتيجي باعراض مختلفه شويه. فانا بحذر اي حد مع ارتفاع درجه الحراره، مفيش حد يتوانى او حد يستخسر، لازم على طول تتوجه للدكتور وتكشف وتعمل التحاليل اللازمه ليك علشان تبقى عارف الوضع من الاول، عشان ما يتفاقمش الوضع. فانا بقول لو حد جاله يعني دايريا او اسهال، حد جاله فوميتنج او ترجيع، لان بعض الناس بتفتكر ان ده نزله معويه، ففي بعض الاعراض اختلفت شويه، لكن مع ارتفاع درجه الحراره ده بيدل ان في فيروس او يعني في هجوم فيروسي. فاحنا لازم اول ما نلاقي في ارتفاع في درجه الحراره مع اعراض مختلفه، حتى مش لازم تكون اصابات جهاز تنفسي او كده، نتوجه للطبيب، وهو الطبيب هيرشدنا باننا نعمل شويه تحاليل بسيطه كده من خلالها نقدر نعرف ان ده كورونا او مش كورونا ونبدا في الاول نلحق الموضوع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله دكتور. وطبعا يعني فعلا معلومات قيمه حضرتك وضحتها لنا، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دلوقتي، وان شاء الله تنتهي هذه الازمه بالف خير يا رب كده، ونرى الافضل الفتره اللي جايه ان شاء الله. انا بشكر وقت حضرتك جدا، ويعني دايما يا رب تنتهي هذه الازمه بالف خير. بشكرك جدا دكتور نبيل درويش، نائب رئيس قطاع البيع والتسويق بالمصل واللقاح فاكسيرا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات برنامجكم صباح 100، خليكم معنا.
فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر. طريق جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية لحياة أجمل وأرقى. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين. مصر بتبني 20 مدينة جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة. وبتوفر 8 مليون فرصة عمل جديدة. أنشأت مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة ل102 ألف وحدة إسكان للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة. وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 236 مشروع لمياه الشرب وتنفيذ 609 مشروع للصرف الصحي، منها 506 مشروع للقرى. بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات حتى يونيو 2020 813 مليار جنيه. مصر، التحدي والإنجاز. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وأيضا معنا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. نجوم الجوزاء تزين منتصف الليل في مشهد بديع. طبعا يعني الخبر حابين نعرف عنه تفاصيل. معانا على الهاتف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة طبعا يعني الخبر طبعا ممكن الناس ما تكونش فاهمة بالظبط، فحابين برضو نعرف من حضرتك فكرة عن نجوم الجوزاء وطبعا سبب اختفائها طوال الشهور الماضية يعني سر ظهورها مجددا في نهاية هذا الشهر. هي نجوم الجوزاء معروفة أكتر بمجموعة أوريون أو مجموعة الجبار، ومجموعة الجبار دي من أهم المجموعات في السماء، وهي مش اختفت ولا حاجة، هو بيتغير ظهورها من الفجر للمساء، وبتختفي حاجة بسيطة نتيجة حركة الأرض حوالين الشمس. أحب أتكلم عن نجوم مجموعة الجبار. مجموعة الجبار كانت من أهم الديكانات، كان الفراعنة مقسمين السنة ل 36 مجموعة نجمية، كل مجموعة نجمية لها 10 أيام في السماء. كان من أهم المجموعات ده هي اللي هي مجموعة الجبار، وفي نظرية بتقول إن حزام الجبار اللي هم الثلاث نجوم اللي على تقريبا خط مستقيم بس في مسافات ما بينهم ومن بعض، هم نفس طريقة تصميم الثلاث أهرامات الثلاثة اللي في الجيزة. طب ليه كده؟ لأن مجموعة الجبار كانت بتصاحب نجم الشعرى اليمنية اللي هو بداية السنة المصرية القديمة، أو ممكن نقول السنة القبطية دلوقتي، بس بدايتها كان في شهر يوليو مع فيضان النيل. فمجموعة الجبار من أهم المجموعات النجمية، وبترى بالعين المجردة وبتبقى لامعة جدا، بس نتيجة حركة الأرض حوالين الشمس فبتشرق 4 دقائق بدري، فبدل ما كانت بتشرق مثلا في الفجر بقى دلوقتي بتشرق عند منتصف الليل. تمام. طيب برضو حابين يعني برضو حضرتك تدينا تفاصيل أكتر. النجوم الجوزاء حسب قول الفلكيين يعني ستظهر عند منتصف الليل، وطبعا بعد فترة ستشرق قبل هذا الموعد. حابين برضو نعرف يعني ما السبب في تقدم موعد ظهورها برضو. ما أنا قلت لحضرتك هي الأرض بتلف حوالين الشمس مرة كل 365 يوم. فتقريبا بتتجه تختلف درجة ناحية الغرب. الدرجة اللي ناحية الغرب دي لو احنا قلنا حتى في خطوط الطول بنلاقي ان احنا بيننا وبين جرينتش 30 درجة شرق، يبقى معناها بيننا وبين جرينتش ساعتين، معناها ان كل درجة باربع دقايق. عشان كده بنلاقي القمر كل النجوم اللي موجودة في السماء بتشرق مبكرا 4 دقايق كل يوم بمعدل 15 درجة بمعدل 365 درجة في السنة.
طيب ودكتور حضرتك طبعا اوضحت ان احنا ممكن يعني نرى هذه النجوم بالعين المجرده عادي. بالعين المجرده وعزام الجبار هي بيتخيلوها على انها جبار واحد ماسك سيف كبير. فنجوم الوسط اللي هم الثلاث نجوم اللي قلت ان هم زي شكل الثلاث اهرامات اللي موجودين في الجيزه بيبقوا شكلهم جميل جدا في السماء وموجودين واي حد ممكن يشوفهم بالعين المجرده. تمام. طيب حابين برضو نعرف من حضرتك يعني تم الإعلان عن بعض من الظواهر الفلكية طبعا اللي هي ستظهر خلال الفترة القادمة، يعني حابين برضو نعرف تفاصيل أكتر. هي أهم الظواهر الفلكية الاقترانات دي بتحصل على طول، يعني في حاجات بتتعلن إن اقتران الزهرة مع القمر، اقتران المريخ مع القمر، شروقه مع شروق الشمس، غروبه مع غروب الشمس، الحاجات دي بتحصل كتير كل يوم. لكن أهم الظواهر اللي هتحصل الشهر ده اللي هي زخة الجباريات نسبة لمجموعة الجبار أو مجموعة الجوزاء اللي احنا قلنا عليها، وزخة الشهب دي كأنها ألعاب موجودة في السماء، فهواة الفلك بيهتموا بيها جدا وبيحاولوا يلاحظوها من أماكن مظلمة زي القطامية. فمن 20 ل 21 أكتوبر ده ذروة شهب الجباريات أو زخة الجباريات، وبتحوالي من 15 ل 20 شهاب كل ساعة. هيليها زخة شهب تانية اسمها شهب التوأميات نسبة لمجموعة التوأمين، ودي من 4 ل 20 ديسمبر، والذروة بتاعتها بتبقى يوم 13 ديسمبر إن شاء الله، وبتصل لحوالي 100 شهاب في الساعة. فالزخات دهية مع زخات البرشويات اللي زي ما قلت قبل كده إن مصر كلها كانت مهتمة بيها وناس كتير تابعوها، دي بتبقى مناسبة لمحبي الفلك ان هم يبصوا للسماء ويشوفوا الزخات دهيت، يشوفوا هل في حاجه وقعت منهم على الارض او ما وقعتش او حاجه زي كده. والحاجات دي طبعا اذا كان في نيزك او اي بقايا نزلت من الشهب دي في هواة النيازك بيدوروا على الحاجات دهيت، وبتبقى زي قطعه من السماء جت من المريخ، جت من حافه المجموعه الشمسيه، وبنحللها طيفيا وكيميائيا بحيث بنشوف الكواكب دهيت او الكويكبات اللي جت منها النيازك دي، المعادن اللي جاية منها ايه، الحاجات النادرة اللي موجود فيها، هل فيها بقايا حياة او بكتيريا او اي حاجة او حاجة زي. فدي مهمة جدا لكل رواد الفلك وكل علماء الفلك. والحقيقة دكتور طبعا يعني معلومات جميلة جدا، ويعني علم الفلك علم يعني كبير وجميل، وفي ناس كتير جدا مهتمية بهذا العلم. والحقيقة طبعا يعني لما بيكون معنا اخبار زي كده الناس بتبقى بتحب انها تعرف معلومات أكتر وبتحب أنها تطلع عليها أكتر، فطبعاً بشكرك على هذه المعلومات الجميلة، ودايماً كده في كل خير يا رب إن شاء الله. تحت أمر حضرتك. بشكرك جداً دكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بشكر حضرتك شكراً جزيلاً. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل نشوف فيه تقرير جميل جداً الحقيقة. طبعاً قام قداسة البابا طوادروس الثاني بتكريم الطفل كيفن جورج بطل أفريقيا في الشطرنج، وده كان تحت سن 16 سنة. والحقيقة طبعا كيفن وأسرته طبعا يعني كانوا في ضيافة برنامج صباح مي، وده طبعا كان حلم من أحلامه، وطبعا بنبارك لكيفن على حصوله على هذه البطولة. وطبعا يعني بنتابع مع حضراتكم تكريم قداسة البابا لكيفن أمس لحصوله طبعا على بطولة أفريقيا في الشطرنج، ودايما بنشجع المواهب الجميلة إحنا برنامج، وطبعا كل أسرة عندها ابن موهوب لازم تنمي هذه الموهبة وتكبرها علشان يعني نراها فالأفضل والأفضل يا رب إن شاء الله. فاسمحونا نطلع فاصل نشوف تكريم قداسة البابا طوادروس الثاني للطفل كيفن جورج بطل أفريقيا في الشطرنج، فتابعونا. أحب إن أنا أقدم لكم يعني مش عايز أقول طفل لكن هو طفل، كيفن جورج. كيفن طفل، عندك كم سنة كيفن؟ 11 سنة. كيفن جورج في خمسة ابتدائي، داخل خمسة ابتدائي، اشترك في بطولات الشطرنج باسم مصر، وآخر بطولة خدها الأول على أفريقيا في الشطرنج تحت سن 16 سنة. احكي لي بقى كانت المسابقة دي ازاي؟ حط ده كده. كانت طبعا صعبة لأن أنا كنت بلعب مع ناس كتيرة أطول مني وكلهم قد كده أطول منك؟ كلهم
مجرد وانا قاعد كده على الرقعة صغير، فطبعا كانت احساس حلو ان انا لما اخد تحت 16 احسن من سني. كانت خد نمرة 2، واحد من تونس، ومين نمرة 3؟ واحد من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا، والحكم كان منين؟ والحكم كان في ناس من تونس وناس من مصر، حكام كتير. حكام كتير. وانت اشتركت قبل كده خدت بطولات؟ دي كانت فين البطولة دي؟ في غانا. في غانا. وسافرت غانا؟ اه سافرت غانا. رجعت امتى؟ رجعت لسه اول امبارح. اول امبارح. برافو برافو، انت عندك تسقيفة كبيرة. شكرا سيدنا. وايه المسابقات اللي قبل كده؟ كنت روحت 2019 ناميبيا. ناميبيا. اه تحت 10 سنين وخدتها برضه المركز الاول. المركز الاول في ناميبيا. بطولة الشطرنج. بطولة افريقيا. مين اللي خلاك تحب الشطرنج يعني؟ في الاول انا كنت بلعبها كهوايه، بابا كان بيعلمني كده في البيت، بعديها كنا في نادي فاتفتحت اكاديميه، فبابا شافها فاشترك لي فيها وبس، وابتدت بقى الموضوع كده. اول مره لعبت شطرنج كان عمرك كام سنه؟ كنت بدات وانا عندي 8 سنين 9 كده. تمام كويس، يعني من سنتين 3. اه بس كده. اه وانت بتحب اللعبه دي ليه بقى؟ مش عارف يعني، انا لعبت سباحه وكده، بس دي الاكتر لعبه حسيت ان انا اندمجت فيها. اه يعني بتحبي فيها ايه؟ انها فيها تفكير، انها يعني مش لعبه هايبر او كده، هايبر احب اللعبه هدوء، لعبه هاديه يعني. اه طب وانت لما تكبر نفسك تطلع ايه؟ نفسي اطلع يعني لسه مش مكرره، ممكن دكتور. وممكن تطلع بطل شطرنج؟ اه بطل شطرنج. ممكن بطل شطرنج على مستوى العالم؟ اه صحيح ينفع. اه يعني انت بتدرب عشان ان شاء الله اوصل لها. توصل كده؟ يعني نفسك تكون بطل العالم؟ اه. وفي بطل للعالم على الشطرنج؟ اه برضه مستويات السن؟ اه مستويات السن في يعني سن ايه؟ تحت ايه وتحت ايه؟ لا ما ابطال العالم كبار يعني، في واحد اسمه من النرويج بطل عالم. بطل العالم. وبتقرا بقى على الشطرنج كتير وعايز تعرف كل حاجه عن الشطرنج؟ اه طبعا. برافو عليك يا كبير. شكرا سيدنا. يعني انا مبسوط انك تنجح النجاح ده وتمثل مصر، مش كده؟ كنت في مصر تبع اتحاد الكره، اتحاد الشطرنج، اتحاد المصري للشطرنج، وطبعا كان في مسؤولين عنك وكان في مشاركين وياك. مين شاركوا في مصر؟ من شاركوا بمصر ناس كتير، اصحابي وتحت 8 يعني تحت 10 وتحت 12 وتحت 12 بنات وكده، كل الحاجات دي شاركوا في المسابقه. شاركوا في المسابقه. كويس خالص. ربنا يبارك. كده انت بتروح كنيستي ايه؟ العذراء وملك ميخائيل احمد عصمت. كويس خالص. وبتروح مدارس الاحد ولا عشان كورونا ما فيش؟ بروح. اه كويس خالص. احنا بنتمنى لك الخير، وطبعا بنشكر بابا وماما هم حاضرين معنا هنا همت، وبنشكر كارين كمان اختك الصغيره، وطبعا بنشكر بابا وماما انهم مهتمين بالرياضه دي، وبنشكر كمان اللي دربوك. في مدربين بيقولك؟ اه عندي الكابتن بتاعي كابتن شريف، هو يعني هو اللي خلاني احب الشطرنج. اشكره بقول له رساله كده، اقول له شكرا يا كابتن شريف عشان انت اللي حببتني في الشطرنج يعني. كويس خالص. في حد تاني تحب تشكره؟ اه واشكر كابتن عصام، كابتن دربني قبل افريقيا وقعدت معاه كورس، ويعني كان كابتن حلو زود لي نصايح الحمد لله. كويس خالص. بتاخد دروس في الشطرنج؟ مع كابتن بتاعي. يعني في دروس خصوصية في الشطرنج؟ هو الكابتن بتاعي بيديني كل حاجة. كان دروس خصوصية. يعلمك يعني يقعد وياك كده وتقعد تلعب وياه؟ بلعب ويجيب لي كتب معينة وكده. كتب كمان؟ كتب كمان. الموضوع فيه كتب. كبير يعني. برافو عليك، ودايما كده من نجاح لنجاح ودايما متقدم، واحنا عايزين نقدم لك هدية كده حلوة. الهدية ده هي انت بقى تاخدها وتفتحها في البيت بقى، دي كلها ليك. يلا حاجة حلوة خالص، وبرافو عليك على ال كاس اندر 16 البطولة المفتوحة افريكان يوس. كويس خلاص، امسك ده وارفعه كده. يلا برافو يا كيفن، برافو، ربنا معاك.
دايما نشجع ولادنا على الرياضة، وطبعا بنشكر وزارة الشباب والدكتور أشرف صبحي لتشجيع يعني كل الشباب على المشاركة في كل البطولات في كل النوعيات، ويكون فرصة سعيدة إنهم يحققوا ويرفعوا اسم مصر عاليا. ربنا معكم. مشاهدينا اهلا بحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا معانا خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة. حابين طبعا نتأكد من صحة هذا الخبر. معانا على الهاتف الأستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية. صباح الخير أستاذ طلعت. اهلا بحضرتك استاذ طلعت. الحقيقه طبعا يعني زي ما حضرتك سمعت معانا الخبر، حابين نعرف يعني ما هو رد حضرتك على طبعا ما نشر من خلال بعض المواقع عن اعتزام الوزاره فرض ضرائب جديده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كلام لا اساس له من الصحه على الاطلاق. الدوله لا تعتزم فرض ضرائب جديده على اي فئه من فئات المجتمع خلال الفتره القادمه. ده كلام بيتم تأكيده طول الوقت على لسان كل المسؤولين في البلد، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، طول الوقت بنأكد على هذا المعنى. مش معقول أبدا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها الاقتصاد في العالم كله ومن ضمنها مصر، مش معقول في ظل ظروف والآثار السلبية اللي سابتها جائحة كورونا على الاقتصاديات العالمية ومن بينها مصر، ان احنا نفرض ضرائب جديده في هذا التوقيت. بل على العكس من ذلك، حضرتك لما تيجي كده تشوف المشهد الضريبي خلال السنوات السابقه هتلاقينا ان احنا اصدرنا قانون بالتجاوز عن مقابل التاخير. الهدف المالي هدف مهم للضريبه، يعني مساله الحصيله هي هدف مهم للضريبه، ولكن الضريبه ليها اهداف اخرى اجتماعيه واهداف اخرى اقتصاديه. الهدف الاقتصادي ان انا ادعم في فترات زي الفترات اللي احنا بنمر بيها دي، فترات كساد، فترات معظم الانشطه اتاثرت بجائحه كورونا. دور الضريبه هنا ان هي تدعم هذه المشروعات والشركات من خلال ان انا اتيح لها سيوله تقدر من خلالها ان هي تستمر في مزاوله النشاط. حضرتك مش كده وبس، لا، ده انت لما تبص للتشريعات اللي صدرت في الفترة الأخيرة تلاقي ان احنا مسألة ان احنا نفرض ضرائب جديدة دي، لا، دي مسألة احنا بنعمل عكسها تماما. احنا بنصدر تشريعات بتدي عفو ضريبي للاقتصاد غير الرسمي عشان خاطر نرغبه في الدخول للاقتصاد الرسمي زي ما حصل في قانون تنمية المشروعات الصغيرة. احنا بنزود حد الإعفاء وكنت بالشرائح الضريبية للممولين. كل ده احنا بنحاول ان احنا في الفترة دي نتجاوز كل الاثار السلبية لجائحة كورونا. يعني احنا مسألة ان احنا نفكر في فرض ضريبة في الفترة دي، لا، دي مسألة غير واردة على الاطلاق. طيب الحقيقة أستاذ طلعت برضو يعني سمعنا تصريح من وزارة المالية يعني مضمونه أن وزارة المالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة نسبة الضريبة. حابين برضو نعرف ما المقصود بذلك طبعا وأهميته والخطوات اللي تمت طبعا لتحقيق يعني هذا الخبر. لما بنقول توسيع القاعدة الضريبية ده مش معناه فرض ضرائب جديد، وإنما نفس الضرائب اللي هي موجودة دي هي نفسها اللي بتطبق، بس انا بستهدف ان انا ازود عدد الممولين جوه المجتمع الضريبي. طب هزود عدد الممولين ازاي؟ من خلال ان انا بدخل معايا ناس شغاله وعندها انشطه بس ملهاش ملفات ضريبيه اللي احنا بنقول عليهم اقتصاد غير رسمي. احنا بنحاول في المرحله ديت ان احنا ندمج الاقتصاد غير الرسمي ده في الاقتصاد الرسمي. عندنا رؤيه متكامله عشان خاطر نعمل هذه المساله. الرؤية المتكاملة دي في جانب منها قائمة على ترغيب هذه الفئات انها تيجي وتخش معايا واديها مزايا زي قانون تنمية المشروعات الصغيرة. لما جيت قلت له انت شغال بس انت شغال بعيد عن عين الدولة، انت مالكش ملف ضريبي، انت طول الوقت ما انتش مطمن، انت قلقان طول الوقت،
طيب ما تيجي معانا جوه المنظومه، ومن التاريخ اللي هتيجي معايا في المنظومه انا هدي لك عفو ضريبي عن كل السنوات السابقه، مش كده وبس، لا وهعاملك كمان معامله ضريبيه متميزه جدا، هفرض عليك ضريبه قطعيه او نسبيه حسب رقم الاعمال بتاعك، والضريبه اللي هنتفق عليها او اللي حضرتك هتحطها في اقرارك في اول سنه اللي هي السنه ديت اللي احنا بنتكلم فيها اللي هتبقى اقراراتها في شهر يناير ان شاء الله، الضريبه دي هتمشي معاك لمده 5 سنوات، خلال ال5 سنوات ديت مصلحه الضرائب مش هيبقى ليها بيك اي علاقه على الاطلاق. فانا احد جوانب دمج الاقتصاد غير الرسمي ان انا برغبه بديله عفو بعمل له معامله ضريبيه مبسطه، وعلى الجانب الاخر انا ببدا اعمل محاصره، ببدا احاصر الاقتصاد غير الرسمي ده من خلال الاجراءات اللي بتقوم بيها المصلحه اللي بتتمثل في اجراءات الميكنه والتحول الرقمي اللي من خلالها بقدر احقق الرقابه على المعاملات التجاريه داخل المجتمع. طبقت الاقرار الضريبي الالكتروني، طبقت جانب كبير، مرحله مهمه جدا من الفاتوره الالكترونيه، بدانا تطبيق تجريبي للايصال الالكتروني، عملنا وحده للتجاره الالكترونيه داخل مصلحه الضريب. كل دي اجراءات الهدف منها ان انا الفئات اللي هي بعيده عن المنظومه، الفئات اللي هي بنسميها اقتصاد غير رسمي، انا بحاول من خلال الاجراءات دي اني اضيق الخناق عليها، اني احاول ان انا اخدها معايا في الاقتصاد الرسمي. من خلال المحورين دول ان انا برغب، يعني التوسيع الرؤيه بتاعته انا بستهدف الاقتصاد غير الرسمي. الاقتصاد غير الرسمي ده انا بستهدفه من خلال محورين اثنين، ان انا برغبه واديله مزايا واقول له تعالى معايا، والمحور الثاني ان انا ببدا احاصره عشان يخش معايا. بكده انا بوسع القاعده الضريبيه، بزود عدد الممولين جوه المجتمع الضريبي، وعشان كده يمكن برغم الـ 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 يعني الـ الـ الظروف الاقتصاديه اللي ممكن تبقى صعبه جدا، والالتزامات الماليه اللي موجوده على البلد عشان خاطر توفر خدمات للناس، هتلاحظ حضرتك ان احنا في الفتره الاخيره دي احنا ما فرضناش ضرائب جديده على المجتمع على الاطلاق، ولكن احنا قدرنا ان احنا نعوض النقص في الحصيله من خلال ضم الفئات اللي هي المتعلقه بالنشاط الاقتصادي غير الرسمي. هو الحقيقه طبعا استاذ طلعت، يعني فعلا يعني مصلحه الضرايب الفتره اللي فاتت طبعا يعني كان في بعض الامور والاجراءات الجميله جدا طبعا لا بتصب في الاول وفي الاخر لمصلحه المواطن، فاحنا طبعا يعني دايما بنبقى بنعرف الجديد من حضرتك طبعا، وكمان لما بيكون معانا خبر زي اللي حضرتك يعني سمعته معانا طبعا بنبقى حابين نعرف صحة هذه الأخبار، لأن انت عارف حضرتك بتتداول كتير على السوشيال ميديا أخبار كتير، فطبعا بنحاول نحن نوضحها لمشاهدينا، وأنا بشكرك طبعا على هذه المعلومات، وإن شاء الله كده نرى الأفضل والأفضل في الفترة اللي جاية إن شاء الله. بشكرك جدا على وقتك الأستاذ طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب وزارة المالية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا يعني كل يوم خميس بيبقى معانا المقال الاسبوعي لنيافة الحبر الجليل انباء ارميه الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، والحقيقه طبعا المقال النهارده بعنوان المستظهر بالله. يعني اسمحوا لي اقول لحضراتكم المقال، الأنباء الأرمية بيقول: تحدثت المقالة السابقة عن البابا ميخائيل الثاني 1092-1102 ميلاديا الذي تنيح بعد إصابته بالطاعون، والذي توفى في أيامه أمير الجيوش وتولى من بعده ابنه الأفضل، ثم توفى الخليفة المستنصر بالله 427-487 هجريا 1036-1094 ميلاديا، وتولى الحكم من بعده ابنه المستعلي بالله. وقد ذكرت مقالات سابقة أن الدولة العباسية أنذاك كانت تحت حكم الخليفة المقتضي بأمر الله 467-487 هجريا 1075-1094 ميلاديا،
الذي جدد أمجادها والذي ذكر عنه الهمة والشجاعة والتقوى، وإلى جانبه كان كل من القائم بأمور الدولة السلطان المعروف بالشجاعة والعدل وصواب الرأي، والوزير نظام الدولة الذي قيل فيه من أكابر العلماء تقيا فاضلا محبا للعلم وزويه. فعظم شأن الدولة العباسية ذلك الزمان في سنة 485 هجريا 1092 ميلاديا. قتل نظام الدولة وتوفى ملكشاه، ثم كانت وفاة الخليفة المقتضي بالله سنة 487 هجريا 1094 ميلاديا، ثم تولى أمور الخلافة من بعد ابنه المستظهر بالله. الخليفة أبو العباس أحمد اللي هو المستظهر بالله 487-513 هجريا 1094-1118 ميلاديا، 28 في خلفاء الدولة العباسية. تولى الخلافة بعد وفاة أبيه المقتضي بالله، ولم يكن قد تجاوز 16 إلا ببضعة أشهر. امتد حكمه إلى ما يزيد على عقدين من الزمان. ويذكر أن حسن خليفة أستاذ التاريخ والاقتصاد، وقد جلس المستظهر بالله على عرش الدولة نحو 24 عاما. وفي أثنائها حدثت حوادث خطيرة الشأن في المملكة الإسلامية في الشرق والغرب، فقد وقع اضطراب شرقا إذ دبت صراعات بين أمراء الدولة وسلاطينها، أدت إلى تفرقهم وانحلال سلطانهم مع انشغالهم بالحروب الداخلية والثورات الأهلية. بعد موت السلطان ملكشاه بدأ اضطراب الدولة، فثارت الحروب الداخلية والقلاقل كل أرجائها، كما اندلعت الحروب بين السلطان وعمه تاج الدولة مؤسس الدولة. وبعد موت تاج الدولة شبت الثورات بين الأخوين، واحتدم نزاعها واقتتالهما حتى سنة 498 هجريا. وعلى الرغم من موت بركياروق، فإن الاضطرابات بين الأمراء لم تهدأ حتى موت السلطان محمد سنة 511 هجريا 1117 ميلاديا. مرض المستظهر بالله بعلة التراقي، ثم توفى وله 41 سنة ونصف السنة بعد خلافة 24 سنة وبضعة أشهر. وقال فيه ابن الأثير: كان لين الجانب كريم الأخلاق، يحب اصطناع الناس، الإحسان إلى الناس كثيرا، ويفعل الخير، وسارع إلى أعمال البر والمثوبات، المثوبة أو المثوبة أو الثواب، مشكور المساعي، لا يرد مكرمة تطلب منهم، وكان كثير الوثوق بمن يوليه، غير مصغي إلى سعاية ساع ولا ملتفر إلى قوله، ولم يعرف منه تلون، والحلال عزم بأقوال أصحاب الأغراض، وكان حسن الحظ وكان حسن جيد التوقعات، لا يقاربه فيها أحد، تدل على فضل عزيز وعلم واسع. وكان يعلق ابن الأثير على وفاة الخليفة المستظهر بالله: من غريب الاتفاق أنه لما توفى السلطان أرسلان توفى بعده القائم بأمر الله، ولما توفى السلطان ملكشاه توفى بعده المقتضي بأمر الله، ولما توفى السلطان محمد توفى بعده المستظهر بالله. وقد اتفق المؤرخون على أن أيام حكم المستظهر بالله امتلأت بالاضطرابات والحروب، والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بنشكرك سيدنا على هذا المقال الجميل. والحقيقة طبعا سيدنا دايما بيقول لنا سير سواء ناس كانوا في العصر القديم أو سواء سير قديسين، وكل طبعا هذه بناخد خبرات من اللي سبقونا. ويعني بنشكرك جدا يا فتى الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع فقرة الصحافة اللي بنناقش فيها المنشطات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في تحليل الخبر هيكون معانا ومشرفنا في استوديو صباح 100 عبر الهاتف الأستاذ علاء الحلواني الكاتب الصحفي. فاسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الصحافة، خليكم معنا.